نتكلم اي والله مثرثرة نتعلم اي والله هل يا ترى سوالف وبخيت يا تشكرة يا تشكرة. كل شيء موجود، السكوتر موجود، الأكل موجود، البوصلة موجودة، يبا كلها ثلاث أربع ساعات إلا أنا واصل دبي، لا عور راس ولا تعال يبا ممنوع الطوف من المركز ولا القطريين ممنوعين ولا شيء، بروح يبا بطمن على شقتي. تعال مفتاح الشقة وين مكانه؟ آه بس عينته عينته. ها يا أبو بخيت جاهز للرحلة؟ يا أبو سيف انت مصدق احنا بتروح دبي عن طريق البر؟ ما تخاف من الحار، ما تخاف من قطاع الطرق، وانصادوك ترى بيلعوزونك تلعوز. الله يهداك بس الله يهداك، انا كل اغراضي موجوده، ما هب محتاج شيء، ما هب مثلك معتمد على جوجل جوجل جوجل، افرض هذا جوجل وانت في وسط البحر ما في شحن واخترب عليك، ايش بتسوي؟ عادي بس ايش بيصير يعني؟ كلها يبقى اختربت سكوتر ولا يبقى جوجل ما ادري شنو هذا كلها يبقى سبحه سبحتين ثلاث الا انا على خليج بوشهر بروح هناك يبقى بضرب شلو هذا اللي يقول عنه شلو كباب وراس بصل والله راسين بصل يا سلام واموري طيبه بقعد يا اخوي مشكلتنا نمر على الخليج خليج المنامه ولا ابو ظبي هذا المشكله اي والله اي والله هلا ما هو برحمينا لكن انا مثل ما قلت لك أنا بروح بر ولا بفتكر وبتبع النجوم في الليل لين أوصل وإذا حد اعترض لي عنده سلاحي والله حاله يعني الحين يعني هذه عدلة الخليج أهلنا جماعتنا ولا نقدر نوصلهم أملاكنا فيها عقاراتنا فيها يعني في ذمتك هاي سالفة لا ويك واحد مرتز في التلفزيون ويتكلم انترناشنال فيليج يا ابو سيف قمت تتكلم لغات اشوفك مدينه عالميه واستثمرنا فلوسنا فيها وراحت فلوسنا يلا سلام عليكم سلام عليكم اقول ابو بخيت نعم ايش لك في البحر وهواله ورزق الله على سيف بلادنا والله صح كلامك لكن يلا الله يعوض علينا زين ايش رايك نروح السافليه حداق يلا توكل على الله زين من بسوق انت السوق لا انت اللي بسوق يا انت قاعد بساعه تقول لقاء لقاء كذا لقاء ما ادري ايش عندك وهذا والحين ما تعرف السوق سوق انت نتكلم اي والله مترترة نتعلم اي والله هل يا ترى سوالف وبخيت يا تشكره يا تشكره